السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نبدأ نحل في ملحق كتاب المعاصر للصف الأول لإعدادي العام الدراسي 2024، صفحة 9 إن شاء الله. السؤال الأول: She never takes money. She does space work. She never takes money. هي أبدا ما بتاخد، لا تأخذ مال. She does space work. هي بتعمل عمل إيه؟ ما بياخدش مال. Written كتابة. Voluntary تطوعي. Hard صعب. School مدرسة. Voluntary تطوعي بلا مال. الإجابة لتربية. السؤال الثاني: He has no parents. وما عندوش والدين. He is a قرآن. هو ايه؟ twin توأم. adventures مغامرات. athlete لاعب قوة. orphan يتيم. orphan يتيم الإجابة لتردين. السؤال الثالث: A space is a group of people who play music together. هما مجموعة من الناس يعزفوا الموسيقى مع بعضهم البعض. class فصل. band فرقة موسيقية. company شركة. chorus فرقة الغناء. باند فرقة موسيقية. الإجابة لتربية. السؤال الرابع: ميل يعني مذكر. is the opposite of، عكس كلمة ايه؟ مضاد كلمة مذكر. هي كلمة ايه؟ هل هي مول، مول تجاري، ميل وجبة، في ميل مؤنث، ميل بريد الكتروني، في ميل مؤنث. الإجابة لتر سي، او يرسل بريد الكتروني اللي هي لتر دي ميل. احنا ناخد في ميل اللي هي مؤنث. السؤال الخامس: her dream is to go to the Olympics. she is a قرآن. حلمها ان هي تذهب للاولمبيات. شي از هي ايه بقى؟ اسيليتكس العاب قوه. بارتنر شريك. اورفن يتيمه. جيمناست لعبه جمباز. هي لعبه جمباز اللي هي الاجابه لتر دي. مش هتنفع اسيليتكس عشان كلمه جمع، وانا هنا ا او ان اداه نكره محتاجه مفرد. بعد كده ان شاء الله صفحه 10. السؤال الاول: some children in Uganda usually cross the river in am. بعض الأطفال في دولة أوغندا عادة بيعبروا النهر في إيه؟ ترين قطار، تاكسي تاكسي، كانو زورق، باص أوتوبيس، كانو زورق. الإجابة لتر سي. Some children in Egypt. بعض الأطفال في مصر. Space to school. To school يعني إلى المدرسة. بتاخد سايكل، يركبوا دراجة إلى المدرسة. الإجابة لتر إيه. السؤال الثالث: Look at the، انظر إلى، to know our lessons today، عشان تعرف الدروس بتاعتنا اليوم. Table ترابيزة. library مكتبة. تايم تيبل جدول مواعيد. بريك فسحة. تايم تيبل جدول المواعيد. الإجابة لتر سي. السؤال الرابع: I have a small pencil. أنا عندي قلم، لا مش قلم رصاص، هنكمل. to keep my pens in، عشان أحافظ على الأقلام الجاف فيه. شاربنر براية. كيس مع بنسل كيس اللي هي مقلمة. ديسك مكتب بورد سبورة، يبقى هي كيس اللي هي مقلمة. يبقى I have a small pencil case. أنا عندي مقلمة صغيرة. to keep my pens in، عشان أحافظ على الأقلام الجاف فيها أو الأقلام المغلقة. السؤال الخامس: we have we can use a comma. أنا بنستخدم الكاما اللي هي الفصلة السفلية. to space items in a list، عشان نعمل إيه في الموضوعات أو الأشياء في الموجودة في القائمة. come تأتي. have يعني يملك. make يصنع. separate يعني يفصل، عشان يفصل بين الأشياء في القائمة. الإجابة لتر دي. بعد كده صفحة 11. السؤال الأول: my hair is space. is space شعري هو إيه؟ it's not straight، هو ليس مستقيم. blonde أشقر. short قصير. curly مجعد. long طويل، هي curly مجعد. الإجابة لتر سي، عشان هي عكس straight. السؤال الثاني: I am a space of محمد صلاح. أنا إيه بالنسبة لمحمد صلاح؟ هي تبقى فان. هي فان معناها مروحة، وبرضو معناها مشجع أو معجب. الإجابة لتر سي. السؤال الثالث: because she cannot walk، لأنها ما بتقدرش تمشي. she uses a، هي بتستخدم إيه؟ شب السفينة، بايسكل دراجة، بوك كتاب، ويل تشير كرسي بعجل. هي كرسي بعجل. الإجابة لتر دي. السؤال الرابع: I don't like this film. أنا مش بحب الفيلم ده. it's هو إيه؟ clever ماهر، sensible حساس، scary مخيف، funny مضحك. scary مخيف. الإجابة لتر سي أو مرعب طبعا. السؤال الخامس: my favorite space in this story is Alice. المفضل لدي في هذه القصة هو أليس. أليس ديت هي إيه في القصة؟ event حدث، character شخصية، color لون، subject مادة دراسية، character شخصية. الإجابة لتر بي. في نفس الصفحة السؤال الأول بس تحت بعد المربع: My friend sent me a space message yesterday. صديقي أرسل لي message yesterday. هي عايز message اللي هي رسالة نصية، يبقى text message. اللي جابها لتر سي. السؤال الثاني: I watch football matches on an internet. أنا بتفرج على مباراة كرة قدم على انترنت. ايه انترنت؟ ويب سايت اللي هو موقع على الانترنت. اللي جابها لتر دي.
السؤال الثالث، كليك اون ذا ايكون اون يور، اضغط على الايقونه. فين الايقونه دي؟ بتبقى موجوده فين؟ في اللابتوب، لابتوب بنسل الكمبيوتر المحمول، بنسل قلم رصاص، وبن قلم جاف، وكول يتصل، يبقى هي لابتوب اللي هو الكمبيوتر المحمول. السؤال الرابع، اور ان سبيس از فوتو، ا فوتو اوف يور سيلف نورمالي اون ا موبايل فون، هي صوره ليك عاده بتبقى او بشكل طبيعي بتبقى من الموبايل الخاص بك، يبقى صوره سيلفي اللي هي الاجابه ليتر سي اللي هي صوره شخصيه. بعد كده صفحه 12، ابلوج از اور ان دايري، البلوج اللي هي المدونه، هي مفكره يوميه على الانترنت، على الانترنت اونلاين ولا بيبر ولا فولس ولا وورد؟ اونلاين بيبر يعني ورق، فولس خطا، وورد يعني قلقل يقلق. السؤال السادس، سوها ازنت ميكينج ا، سوها مش بتعمل ايه، بات شي از توكينج تو هير فريند، بس هي بتتكلم مع صديقتها، يبقى هي كده ما بتعملش مكالمه فيديو، يبقى فيديو كول الاجابه لتر بي. بعد كده نفس الصفحه، صفحه 12 تحت شويه. السؤال الاول، children like to build space on the beach، الاطفال بيحبوا ان هم يبنوا ايه على الشاطئ؟ بيحبوا يبنوا قلاع من الرمال، ساند كاسلز، الاجابه لتر اي. السؤال الثاني، in the space we slept in a tent last summer، في ايه بننام؟ في خيمه. الخيمه دي فين بقى؟ بيتش شاطئ، ديزرت صحراء، تاور بورج هوتيل فندق، يبقى ديزرت صحراء الاجابه لتر بي. السؤال الثالث، a space is something you buy to remember a holiday، هو شيء انت بتشتري عشان تتذكر الاجازه، كامب ماسكر، سنيل قوقعه، سوفونير تذكاريه، فيو لو منظر، يبقى سوفونير الاجابه لتر سي. In France eating space is very popular، في فرنسا اكل ايه هو شيء شعبي او شيء محبوب؟ سنيلز، قواقع، الاجابه لتر سي. السؤال الخامس، a space is a large hole inside a mountain، هي عباره عن فتحه كبيره موجوده في الجبل. ليك بحيره، كيف اللي هو كهف، جنجل ادغال، فورست غابه، يبقى كيف كهف الاجابه لتر بي. صفحه 13، السؤال الأول، سبيس أرنت هيلثي بيكاز زي هاف فاتس، هي أكل غير صحي لأن فيها دهون كتير، فروتس فواكه، فيجيتابلز خضروات، كريسبس مقرمشات، وهوموس اللي هو الحمص، كريسبس مقرمشات. السؤال الثاني، اتس جود تو بوت ا سبيس اوف سينمون اون فود، من الجيد إن أنت تضع ملعقة صغيرة من القرفة على الطعام الخاص بك، يبقى كده ملعقة صغيرة، يبقى تيسبون، الإجابة لتر بي. ميل وجبة، إنما سناك وجبة خفيفة، ومنيو قائمة طعام، وتيسبون اللي هي ملعقة صغيرة وملعقة الشاي. السؤال الثالث، A space is a person who serves food and drinks in a restaurant، هو شخص بيقدم الطعام والمشروبات في المطعم، ده هيبقى إيه؟ هيبقى الويتر جرسون، كاستمر زبون، كاربينتر نجار، دكتور طبيب، ويتر جرسون، الاجابه لتر اي. السؤال الرابع، دونت سبيس تو ماتش شوجر، اتس ات ازنت هيلثي، لا ايه من السكر انها غير صحيه، ورك يعمل، باي يشتري، اد يضيف، برينك يحضر، يبقى اد لا تضيف كثير من السكر لان السكر غير صحي، الاجابه لتر سي. السؤال الخامس، ذا مين سبيس اوف سالاد ار توميتوز كيوكمبرز اند انيونز، الرئيسي للسلطه، عايز اقول مكونات السلطه هي الطماطم والخيار والبصل. هذه المكونات او مقادير، كايندس انواع، انجريدينتس مقادير، تايبس برضو انواع، كولرز الوان، يبقى انجريدينتس مقادير او مكونات، الاجابه لتر بي. بعد كده صفحه 15، تصحيح الخطا. السؤال الاول، ات از نوت يور واتش، هذه الساعه ليست خاصه بك، ات از مي، مش هتنفع مي لان جايه بعد ات از، هترفع ضمير ملكيه اللي هو بدل مي يبقى ماين، انها خاصه بي. السؤال الثاني، they are happy، هم سعداء، there is a child got a prize to flow، حصل على جائزة، child كده اسم، يبقى أنا كده عايز صفة ملكية، فهنشيل الاس من الزير بس عشان تبقى صفة ملكية، يبقى there a child to flow. السؤال الثالث، that is hers new room، new room هنا اللي هي غرفة جديدة، دوت اسم وصفة، يبقى أنا كده عايز صفة ملكية، صفة الملكية بشيل الاس فهتبقى هير بس. السؤال الرابع، take your mobile، خد الموبايل الخاص بيك، it is you، احنا اتفقنا it is بيجي بعديها ضمير ملكية، واليو بتبقى yours، ضمير ملكية مميز بحرف الاس، انه خاص بيك yours. بعد كده صفحة 16، السؤال الأول، I eat never unhealthy food، هنا بقلبها بس كده، يبقى ظرف التكرار بيجي قبل الفعل اللي هو never هنا، يبقى I، أو بقى مكتوبة صحيح، ساعدي بقى، I never eat unhealthy food، انا ابدا لا اكل الطعام غير صحي.
السؤال الثاني: the boy name is زياد، اسم الولد بيكون زياد. كده عايز اقول اسم الولد، يبقى كده هستخدم الابوستروف اس عشان تبقى للملكيه، يبقى boy واحط ابوستروف اس. the boy's name is زياد، اسم الولد هو زياد. السؤال الثالث: we ever speak English during English lessons. we ever speak، احنا نتكلم الانجليزي خلال حصص الانجليزي، يبقى احنا دايما بنتكلم انجليزي خلال حصص الانجليزي. يبقى always او always الاجابه letter، مش letter اي حاجه، هي الاجابه always او always بمعنى دائما. السؤال الرابع: whose bag is this، لمن هذه الحقيبه. it's ندى، طالما انا بسال على الملكيه فبكتب ندى عادي، بعد كده بحط ابوستروف اس، اتس ندز، انها خاصه بندز دي للملكيه. بعد كده صفحه 17: وي هاف جوت اني بريد، الاحظ هنا اني موجوده، اني بتيجي في الجمله المنفيه، فهل في هاف تبقى هافنت. السؤال الثاني: هاز حلمي جوت ا كار، نو هي ازنت. طالما السؤال بهاز تنزل برضو هاز، بس مع نو تبقى هازنت عشان انفيها عشان نو. السؤال الثالث: I have get، have بيجي بعديها جوت، تصريف سيلس. has you، you ما بتاخدش has بتاخد have. have you got a villa، هل انت عندك فيلا. بعد كده صفحة 18، السؤال الأول: what have the students doing. هنا students doing آخرها ing، يبقى كده زمن مضارع المستمر. the students جمع بحط قبلها are. المضارع المستمر يتكون من am أو is أو are، زائد verb مضاف له ing، ار بتيجي مع الجمع اللي هي students طلاب. السؤال الثاني: هو از كول علي، طالما هنا في از بجيب الفعل مضاف له ان جي فتبقى كولينج. السؤال الثالث: زير ار اني موبايل فونز، طالما في اني يبقى جمله منفيه فبدل ار تبقى ارنت منفيه. ار زير، ار زير هل يوجد، يبقى زير الثانيه نفس النطق بس زير تي اتش اي ار اي، ار زير هل يوجد. بعد كده صفحة 19: my uncle go to the market yesterday. yesterday بتدل على الماضي، هجيب التصريف الثاني من go يبقى went. خالي ذهب إلى السوق أمس. are you ready، ready صفة، for the exam yesterday. yesterday اللي هي برضو ماضي فار بخليها where، هل كنت أنت جاهز للامتحان أمس. السؤال الثالث: when I was five، لما كان عمري 5 سنين. I don't have a watch، ما كانش معايا ساعة. وين بتدل على الماضي فبخلي don't بدلها didn't عشان didn't تنفي الماضي. بعد كده السؤال الرابع: did you wore، wore اللي هنا did موجودة يبقى لازم ارجع الفعل لمصدره، ف wore تبقى wear اللي هو بمعنى يرتدي. بعد كده صفحة 20، السؤال الأول: no there aren't some، some ما بيجيش في الجملة المنفية، aren't منفية فاحتاج any. السؤال الثاني: تشيز ار، مش هتنفع لان تشيز مفرد فتاخد از غير معدوم. زير ازنت اني كانلز، كانلز جامع فبدل ازنت تبقى ارنت، لان ارنت بتيجي مع الجامع، واستخدمنا ارنت عشان اني. كان اي هاف اني ووتر بليز، هنا في سؤال العرض والطلب، هنا بيطلب ميه فيحتاج بدل اني تبقى سام. كان اي هاف سام ووتر بليز، هل يمكنني تناول ميه، بعض المياه لو سمحت، شكرا والسلام عليكم.